قبل الفاصل كنا بنتكلم عن 13 أكاديمية وخمسة إن شاء الله هيتم افتتاحهم، والحقيقة كمان مش عايزين نغفل دور الأكاديميات اللي هيتم افتتاحها برضو في أفريقيا. احنا عندنا في أنجولا، في السودان، في ايه تاني يا كابتن شط؟ في غانا. في غانا ان شاء الله ده هيتم في القريب العاجل، صح؟ هيتم في في دراسات المدى القريب يعني ان شاء الله. وعايزين نقول يا جماعه ان القاره الافريقيه كمان يمكن يعني من القارات اللي تعتبر ايه، منجم المواهب. يعني النهارده ما فيش حتى نادي اوروبي بيستغنى عن لاعب افريقي، صحيح؟ فدي برضو واحده من الاهتمامات اللي في ذهن واعتبار النادي الاهلي يا كابتن شط. انا اول ما قعدت مع الكابتن محمود الخطيب من فتره كان عامل برنامج او في البرنامج الانتخابي كان حاطط فتح اكاديميات في افريقيا، فكلفني بالمهمه دي وانا لسه عضو لجنه وانا لسه في اتحاد افريقيا. الكلام ده من سنه تقريبا، وانا عملت له دراسات وكده واستنيت لحد ما الامور بقى دخلت الكورونا وكده اتعطلت الامور. فلما انا جيت في الاكاديميات كان برضو قعد معايا اكتر من مره وقعد مع لجنه التخطيط انه عندنا هدف مهم جدا لاستكمال البرنامج الانتخابي، انه موضوع الاكاديميات يتحقق. اول حاجه عملتها اتصلت بالسودان، اتصلت بنادي الهلال لانه انت عارف التوامه ونادي الهلال اسم كبير يعني تقدر من خلاله تعمل اكاديميات مش واحده تبقى تعمل 10 كمان. واتصلت بقى بغانا، واتصلت بقى هتصل بانجولا وجلبرتو والناس دي موجودين هناك وفلافيو، وعندنا فيليكس في غانا لو فاكر، فيليكس ابواجي، فيليكس اللاعب الغاني. فيعني ده ده هدف كبير جدا ان شاء الله. انا هقدم للجنه التخطيط بروبوزل او عرض كامل متكامل في كيفية اللي هتبقى أكاديمية شكلها ايه. ما ده اللي يعني عايز اتكلم مع حضرتك فيها. كويس انك بنفتح أكاديميات، لكن برضو عشان نبسط الناس الصورة، ايه دور الأكاديميات ديت؟ يا ترى في يوم من الأيام هنجيب 3-4 لعيبة من أفريقيا من أكاديميات النادي الأهلي للفريق الأول عشان يلعبوا، ويبقى احنا عملنا استثمار هايل في دفع المبالغ ان احنا جايبين الولاد من أكاديمية النادي الأهلي. مثلا في غانا ولد صغير جاي اتربى في النادي في الاكاديميه جاي على النادي الاهلي، المشروع ده حضرتك شايفه ازاي؟ والله الدراسه دي في 3 دراسات موجوده. دراسه انك انت ترعى من 8 ل 12 او من 14 ل 16، لكن وجدنا انه افضل حاجه تبدا من 14 ل 18. من 14 ل 18 ليه؟ عشان في خلال 3 سنوات تقدر تطلع لعيب كويس، لكن من 4-6-8 سنوات لسه بدري عليه قوي، مش هتشوفه بدري قوي، ممكن ممكن تخسره في الطريق يحصل يعني، وبالتالي تكلفه على الفاضي. لحد دلوقتي الدراسه اللي بتتعمل دي برضه محتاجه لخبراء معانا يكونوا موجودين فيها، عندهم خبره زي برشلونه مثلا وريال مدريد، الحتت دي عندهم اكاديميات في افريقيا، اكاديميات هنا بياخدوا لعيبه على طول بيودوا. انا بقى الاستثمار هنا، هل تبدا انك انت تعمل اكاديميات زي الاكاديميات اللي هنا، ولا تخش بانديه هناك صغيره تحط فيها لعيبه 20 لعيب 25 لعيب وتبدا يلعبوا ومع نادي تعمل بارتنرشيب مع نادي والنادي ده بقى اي لعيبه فيه كويسه بيروح، وانت ممكن تاخد كمان من لعيبه ثانيه تحطهم في هذه الاكاديميه ونقدر من خلالها برضو للنادي الاهلي ولخارج النادي الاهلي تبقى استثمار وفلوس داخله، فلوس داخله حتى تبيع الانديه ثانيه بالظبط. ودي طبعا مشروع لسه هيتقدمه ولازم توافق عليه من لجنه التخطيط ولجنه اسمه ايه ده مجلس الاداره. وعندي بقى يعني حاجات تانية، هل تبقى في ملاعب طبعا موجوده هناك محتاجه انك انت تصينها، ولا هو في ملاعب جاهزه؟ يعني هتبقى في تكلفه موجوده فيها في الاول، لكن لازم نعمل لها يعني حسبه اقتصاديه كويسه، عشان دلوقتي انت اللعيب بتجيبه ب 10 مليون 20 مليون انت محتاج يعني لو انت 3-4 لعيبه عايزك 100 مليون. وفي مجال انك تستفيد من اسمك القاري ومن امكانياتك لاكتشاف المواهب دي ما فيش شك. بس انا